مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي فلاحة، فحقات اليوم خصناها باش نتعرفوا على وقت جني التفاح والمؤشرات والدلائل اللي كتحدد الفلاح وقتاش كتكمل الفاكهة النضج ديالها وتسمح ليه يجني الغلة ديالو ويحافظ على جودة المنتوج. فهناك عدة مؤشرات اللي كتستعملوا خاصة منها. اولا نعبر مستوى الماده النشويه في الفاكهه، فقياس مستوى الماده النشويه وسيله موثوقه يمكن اعتمدوا عليها باش نحددوا النضج لمعظم اصناف التفاح، هو من اسهل المؤشرات. هذا الاختيار كيقيس مستوى تحول النشاء الى سكر في الفاكهه بواسطه مؤشر النشاء مرقم من 1 الى 8، وكتكون معده اختبار مؤشر النشاء من قنينه 1 لتر مع مرض محلول اليود وكتشغل باليد. أخي الفلاح، أختي فلاحة، ثانيا نعبر محتوى المواد الصلبة الذائبة، فالسكر هو المكون الأساسي للمواد الصلبة الذائبة في عصائر الفاكهة، ولهذا كنفحصوا المحتوى ديال المواد الصلبة اللي ذائبة باش نعبروا الحلاوة. ويمكن تستعملوا الرفراكتيمومتر، فالنسبة المئوية ديال المواد الصلبة الذائبة هي الدرجة اللي كتعادل البريكس لمحلول السكر واللي كتساعدنا باش نعرفوا مستوى النضج ديال الفاكهة. ثالثا نحدوا الصلابه او القصحيه ديال الفاكهه، فالطريقه اللي كتستعمل بكثره باش نعبر القصحيه ديال الفاكهه هي مقاومه الضغط باستعمال جهاز قياس الاختراق اللي هو البينيتروميتر، بحيث كنثبتوا الفاكهه على سطح قاصح وكندخلوا باليد راس البينيتروميتر داخل الفاكهه بشويه حتى نوصلوا لواحد الخط معروف في راس البينيتروميتر، وكناخذوا النتيجه بقوه الكيلوغرام او نيوتن. اخي الفلاح، اختي فلاحه، يمكن تستعمل مؤشرات اخرى بحال عدد الايام بعد الازهار ولون البذور داخل الفاكهه وكذلك لون القشره ديال الفاكهه. في مؤشرات خاصه بكل صنف، ولكن بعد دراسه تبينات بلي هذه المؤشرات ما متوقش منها باش نحدوا النضج، لان في بعض الاوقات كتاخذ البذور لون بني عده اسابيع قبل موعد النضج، وكذلك يمكن القشره تاخذ اللون الاحمر والفاكهه باقا ما نضجات، وهذا مرتبط بتعرض الفاكهه للضوء والحراره والظروف الغذائيه للشجره اللي يمكن تغييرها. وفي الاخير اخر فلاح، اختي فلاحه، كنصحك باش تستعمل بالخصوص المؤشرات الخاصه بمحتوى المواد الصلبه الذائبه واختبار الصلابه او القصحيه ديال الفاكهه، واللي كتعتمد على اليات خاصه موجوده في السوق واللي كتحدد مستوى نضج الفاكهه وموعد الجني حسب الهدف من استعمال المنتوج، واش للتسويق او للتخزين. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.